مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم الى هذا البث المباشر. نحن معكم من بلدة مندوشة وتحديدا من امام منزل باسل حبقوق. طبعا باسل اللي كنا عم نتابع قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باسل 48 ساعة تحت الانقاذ. باسل اليوم الصبح بقرابة الساعة 7:30 تم انتشاله. طبعا نحن بلدة مغدوشة مع اهله وبين احبابه. اليوم حسب ما عم بقول الاهل، اليوم الفرحة ناقصة، اليوم بانتظار اهل باسل ينتظرون خروج او انتشال الياس حداد لتكتمل الفرحة. نحن اليوم مثل ما عم نشوف هيدا، يعني رفضوا اهل باسل اليوم يعلنوا الفرحة او الاحتفال، بعتبر انه الفرحة عندهم لا تكتمل الا بكشف مصير الياس حداد. حنكون بداية مع فيديو لحظة لحظة انتشال باسل من تحت الركام. باسل يلي فاذا هذا هو المقطع الفيديو الذي يعني انتشر في لحظة اخراج باسل، وطبعا مثل ما ذكرنا بانتظار يعني ايضا اخراج الياس حداد. الياس حداد يلي كان هو باسل، والياس حداد يلي انتقلوا مثل ما ذكرنا هو باسل من لبنان وراحوا على تركيا، وصلوا الساعة 10 بالليل على تركيا على انطاكيا، وعند الساعة الثالثة و17 دقيقة مثل ما كنا نعرف صار الزلزال لمدة 48 ساعة. مثل ما ذكرنا باسل تحت الانقاذ. نحن مثل ما ذكرنا اليوم متواجدين بمنزل باسل حتى نشوف نحكي مع الاهل هيك بكلمة سريعة لحتى يعطيكم العافية. حبلش بداية مع يعطيك العافية مع والده لباسل. يعطيك العافية. أول شيء الحمد لله على سلامته باسل. الله يسلمك، أهلين. خبرنا شوي باسل، راح من هون نهار الأحد بالليل، خبرنا تفاصيل شوي عن هذا الموضوع. كنا رايحين والدنيا ثلج وشتي وهواء، وصل على المطار شي الساعة 5 تقريبا، وطيارته الساعة 6، نزل أغراضه وراح. اتصل فينا الساعة 8 قال أنا وصلت، قلنا له انتبه لحالك الدنيا ساقعة وكذا، قال ما تهتالوا همي وراح. هلا نحن قعدنا هون بالليل، سمعوا هزي وما هزي وشو هيدا، عرفنا انه بتركيا. صرنا نسال، اتصلنا بموسى قال كان عندي وانا وصلته على الاوتيل، وهلا عم بيقولوا في هزي، هلا رايح لعنده. اوكي اجى لعنده. تفضل. ايه عم يطلع، يعني عم نشوف عبر وسائل الاخراج باسل بقى، يعني كمان ايضا اذا فينا ناخذ. تفضل. بقى نزلوا صاروا يفتشوا عليه لباسل، ما كانوا يعرفوا وين، صار ضل يومين ما عرفنا شيء، كل يوم يقولوا لنا ايه عم ندور. موسى قطع الرجا من ال موسى هو صديق تركي تركي صحيح، من قطعنا الرجا موسى في له قرايب بيشتغلوا بالعمار وهذا، راح جابهم صاروا هن ينقبوا. وصلوا لليوم الصبح لقوا، قالوا لنا بعد شي ساعة منطلعوا، بعد ربع ساعة تلفون لنا طلعنا وفرجونا صورته واخدينه على المستشفى. الحمد لله على سلامته. قلنا له الياس شو؟ قال الياس بعده تحت، سمعت صوته وحكيته قبل ما اطلع، وهلا بيطلعوا الشباب. هلا عم تجي اخبار طلع الياس ما طلع الياس، شوي شي بيقولوا لنا طلع، شي بيقولوا بعده تحت الانقاض، ما عرفنا شي. الياس بعده تحت الانقاض ما طلع. بقى مترجى من القوات اللي على الارض هيك، انه حرام كمان هالشخص بعده عم بيتعذب، يعني يهتموا فيه شوي. اليوم فرحتكم مع تطلوع فرح بعد اليوم ما كملت فرحة، تكمل بس يطلع الياس لانه رفيق باسل.
يعني معقول نفرح لنا بباسل وهذاك الزلمه لا سمح الله لا سمح الله يصير شيء؟ كيف بدنا نفرح؟ الله يحفظك. انتقل هيك كلمه سريعه ايضا مع والده باسل. عفوا بس. يعطيك الف عافيه. الحمد لله على سلامته باسل اليوم. الله يسلمكم. لقيت الخبر الصبح اليوم. اليوم قمت ما نمت اصلا ما عم نام ليلتين ما بنام قاعده وحاطه حرام علي. عندي اختي قلت لها لاختي يا اختي انا خلص اليوم فقدت الامل. فقدت الامل اليوم يا اختي طولت القصه. فش 10 دقايق نزلت مرت باسل تغري لعندي من فوق قاعده فوق مني نزلت قالت لي حكيني موسى. حكيني موسى وسمع صوته وقال لا عرفنا وينه وبعد نص ساعة ساعة منا نطلعه. قلت له ان شاء الله ما بتعرف قدي كانت فرحتي كبيرة بس بعدني فزعانة. لا فيش ربع ساعة ما اخذت ربع ساعة القصة صوروا عم يطلعوا. كان نهار ما بقدر خبرك ما شو بدي اقول لك ام صلى يومين ما عم بتفكر مش عم تقدر تحكي. ما عرفت حالي شو عملت باذن سيده المنطره. هي نحن قد ما صلت اهل مغدوشه قد ما دووا شموع اهل مغدوشه قد ما عملوا له صلوات بمغدوشه بصلاة أهل مغدوشة وحبة أهل مغدوشة ابني وسيدة المنطرة هي نجت لي. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب بجاي ما طلع باسل صاغ سليم يطلع الياس كمان لتتم فرحتنا. يعني اليوم سمعنا أيضا أهل الياس على التبييات عم بيقولوا أنه نحن الياس ابننا وخينا وباسل خينا. اليوم أنتوا كيف عم تلاقوا هيدا الردود؟ نحنا انا شخصيا ما بعرف الياس بس ابني بيعرفوا وفي شيء بيناتهم اشغال يعني شغل كثير بيشكر فيه للياس. انا شخصيا يمكن جاي لعندي قال لي جاي لعندكم الياس بس انا بيجي كثير شباب ما بعرفه. اليوم باسل قال لكم انه هو ما حيجي بدون باسل. قال لي انا حكيته لباسل حكيته قلت له يا ماما ما فيك تجي بك شيء؟ قال لي لا ماما انا مردرد بس ردردي. طيب يا ماما فيك؟ قال لي انا صار يبكي. يا ماما ليه عم تبكي؟ قال لي ما لح روح لاخذ الياس وان شاء الله الله بس يجي الياس لنحنا تكمل فرحتنا. يا الحمد لله على سلامه. حكون مع الاستاذ زياد. استاذ زياد يعطيك الف عافيه. يعافيكم يا رب. طبعا كنتوا عم تتابعوا يوم بيوم انتوا لحظه بلحظه هيدا الموضوع. اليوم باسل حد الياس اخذت وقت. شو برايك شو عم بيصير؟ نحن اللي عم نناشد فيه من اول نهار انه الحمد لله اللي يعني كل المعلومات اللي عم ناخذها اليوم هن من صديق لباسل ولالياس موجود هونيك شخص معه تليفون بدائي ميكانيسيان قاعد عم ينقلنا الخبر خبر بخبر ونحن عم نوصل الخبر للمعنيين بد ما يكون العكس. نحن اللي عم نترجى اليوم انه صار اللي صار. فالحمد لله باسل ظهر بخير وسلامه. الياس بين الحياه والموت خلينا نقول الياس بين الحياة والموت. قديش فينا نستعجل بنكون عم نشيله حي؟ هيدا اللي عم نترجع عليه انه عمليات البحث عم تكون كتير بطيئة كتير بطيئة. شباب قليلين حتى الشباب اللي راحوا من لبنان للعمليات الإغاثة بدون غير مناطق هن كتير بعاد عن ولادنا. نحن عارفين اللوكيشن تبعيته عم نشد دخيل عرضكم بين لحظة ولحظة. يعني عامل الوقت هو عامل مهم خاصة انه باسل بخبرنا كان سامع صوته يعني كان بعده طيب من بعد الحادث. فحرام ما يكون إلي بيناتنا وتكمل الفرحة. شكرا لك. يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال نحن متواجدون مثل ما ذكرنا في منزل باسل حبوك. يعني مثل ما ذكرنا انه الفرحة لا تكتمل هنا بانتظار يعني اخبار مفرحة عن الياس حداد صديقه لباسل اللي كانوا سوا بهالرحلة وتعرضوا سوا لهذا الزلزال. كنا معكم بهيدا البث المباشر كان معكم محمد زينتي يوسف هواي صوت بيروت انترناشونال.